السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصنع متميز واصحابه سو بيوتيفول، متميزين جدا زي المنتج بتاعهم. عايز اقول لكم الشيخ امام ضيفتي الجميلة، نورتينا. عرفينا على مصنع الشيخ امام التركي، المنتجات التركي، الماتيريال التركي، ايه الجمال والحلاوة والشياكة دي. الله يبارك فيك، تسلميلي. قولي لهم بقى وعرفيهم علينا. يا ستي دلوقتي المنتجات بتاعتنا الماتيريالز كلها من تركيا، بس هي متصنعة هنا في مصر. جميل. طب ايه هي الماتيريالز بتاعتنا؟ الماتيريالز بتاعتنا قطيفة، شوفوا الجمال، وحرير خطيرة، حكاية وصوف. شيك جدا. انا افتكرتها، بصوا وقفت قدامها افتكرتها سجادة كده شيك، قاعدة احسس كده واقول ايه الحلاوة والنعومية والجمال ده، خطيرة رائعة. البرنتس كلها ما شاء الله جودة عالية جدا، بتخش الغسالة عادي جدا تتغسل، ما بتوصلش اي حاجة. الوانها طبعا لا بتبقى ولا تفتل ولا اي حاجة، حاجة تمسك السجادة بالظبط كده براحتنا على الاخر. في اشكال، في اكتر من 40 تصميم، بصوا كده. وفي رجالي وحريمي، انا عايزه اقول لكم بقى ان هم ابهروني، قالوا لي في سجادات رجالي. الله خطيره، شوفوا الالوان، شوفوا الجمال. هدايا حلوه، هم عاملين سبيشال اوفر الاثنين 600 جنيه، وعاملين اوفر على حاجات كتير قوي. عندهم احجار طبيعيه سبح، بصوا الجمال والحلاوه. وفاجئتني كمان ان هي ممكن نكتب اسم اللي احنا عايزين نديله سجاده هديه. الله 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 الله، ده من كولكشن عيد الام. تحفه تحفه، بصوا دي هدايا عيد الام، خطيره خطيره يا بنات، جميله، هدايا جميله لماما وحلوه. والكيس والباكت اللي هما بيحطوا فيه السجاده عشان لو رايحين الحرم ان شاء الله ربنا ويعيدنا واياكم. بصوا ده شكلها جفت جميله جدا، وهديه شيك جدا 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 زي ما انتم شايفين. والكيس معانا رايحين نصلي التراويح، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. وشكل الشنطه جفت خطيره، وهديه شيك جدا 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 من الشيخ امام. فرجينا كمان على الحاجات الحريمي كده، كام قطعه، حاجات زي كده روعه روعه، سعرها حلو، سعرها حلو جدا. وعايزه اقول لكم تيجوا اونلاين يا جماعه، اي حد عايز وهو في بيته في زايد اكتوبر شروق، السعوديه ما شاء الله. بصي متابعينا على اليوتيوب بقى، جزائر، قطر، سعوديه، دبي، اي حته في العالم، امريكا، اوروبا. جميل، بصوا في شحن دولي عندهم، شحن دولي في خلال اسبوع يبقى الحاجه ان شاء الله. بصوا شحن دولي 5 ايام عمل، هكتب لكم الرقم برده. دي جميله قوي لماما في عيد الام، والاثنين دول روعه. بصوا الاثنين دول ما يتسابوش. لا طلعيها لي كده عشان انا ايه مبهوره بيها، خطيره، هديه شيك قوي قوي وجميله. وذوقهم عالي جدا في اختيار البترولي مع البيج الاوف وايت الناعم، جميل قوي. بصوا في دي كمان البيبي بلو الجراي، تحفه. اي حد قاعد مكانه هيتفرج على الفيديو اول مره الاقي حد بيبعت دولي، علشان متابعينا بقى اللي من بره مصر يعني ايه عملنا الفراده، ما تتعبوش. الشيخ امام هيوصل لكم في اي مكان، نورتونا جدا جدا. وعايزه اقول لكم هم اسلوبهم ومعاملتهم لطيفه جدا، كانوا موجودين في مافي بارك مول النهارده الجمعه، بس للاسف المعرض او البازار كان وان داي، بس ان شاء الله شرفونا وشوفوهم تاني معانا على الانستجرام واليوتيوب. وشرفوهم بقى انتوا، شوفوهم وتابعوهم وعملوا لهم فولو على الانستجرام، ودايما الجديد معانا. وكل مره ناجحه بنقول لها انتي ناجحه، نورتينا على قناه انتي ناجحه. ثانك يو ليكي ميرسي، شكرا جدا. استنونا تاني وكل جديد عندنا من الشيخ امام، شرفنا ونورنا، بحبكم جدا، باي باي.